أعد كتابة الجملة التالية حسب المطلوب واشكل شكلاً تاماً. الجملة: غزا البحار والمحيطات. المطلوب منا في الجملة الأولى نفي الفعل بلن مع المخاطبتين. لن هي حرف نصب ونفي. تنفي الفعل المضارع وتنصبه. المخاطبتين: مثنى، مؤنث، أي ضمير أنتما المؤنث، أي أن الفعل سيكون في صيغة المضارع المنصوب بلن. إذن سيصرف فعل غزا في صيغة المضارع المنصوب بلن مع ضمير أنتما، فنقول أنتما لن تغزو. أنتما لن تغزو البحار والمحيطات. في الجملة الثانية المطلوب منا نفي الفعل بما مع الغائبين. ما هي حرف نفي أو أداة نفي. تنفي الفعل في الماضي. الغائبين في صيغة الجمع مذكر. أي ضميرهم، أي أن الفعل سيكون في صيغة الماضي مع ضميرهم، فنقول هم ما غزوا. هم ما غزوا البحار والمحيطات.